أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من المنطقة الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة عقب جولة تفقدية في مهرجان العالمين. النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة. والحقيقة هذه المبادرة بتحظى بدعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو الحقيقة اللي كان وجه ان احنا نطلق هذه المبادرة المهمة جدا 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 اللي بنستهدف من خلالها كدولة الوصول للمواطن المصري في مكانه في اي حتة في ربوع الجمهورية، ونقدم له كل الخدمات الصحية المتطورة اللي ممكن يكون بيفتقدها في المكان الجغرافي او بحكم بعده او ان يبقى مكان نائي او ما بيبقاش فيه الخدمات المتوفرة او المتطورة جدا في مجال الصحة.